نكرم حديث موي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد بان ديكاتا خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا من تا رسول الله صلى الله عليه وسلم بان كو بتو ترنگ موي اي بو ييم مول فقال هذا سبيل الله نيكي جي ميكي رب الله سبحانه وتعالى ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله من تهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بانكو بتوتر موي هاي رسول الله برابتها نيكي جي ميكي رب الله سبحانه وتعالى كرام رسول الله صلى الله عليه وسلم بانكو بتوتر جي چران جي بي بتوتر ترانو كو تي كان سلام كو تي كان شوين جي چران هاي رسول الله برابتها نيكي جي ميكي جي چران هاي رول ميكي تنغ اح نيكي ستامين شيطان نلوي هاي كرام رسول الله صلى الله عليه وسلم بان سور آيات قرآن تها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله من تحبتنا نكي جي ميكي ربا جنگ نترم ترأي جو بونا تام هاي جو بونا كم تام نو ميكي بسيم سين جي چران بروهوية نتوئي بونا باك باك جن يمبي ميكي نترم ترأيني هاي دي جنة ميكي نترم ترأي ربا اسلام كي ميكي قرآن وصنة بقولنا هاي دا قوات نية جن بي ميكي نترم ترأيني គឺ មាន ន័យ ថា គាត់ ឋិត នៅ លើ មាគា ដែល មិន ត្រឹម ត្រូវ ហើយ អ្នក ដែល ងាក ចេញ ពី មាគា កូរ៉ាន និង មាគា សុន្នះ នេះ គឺ គាត់ នឹង ធ្លាក់ ទៅ ក្នុង ប្រការ ខុស ឆ្គង ដែល នៅ ក្នុង នោះ គឺ មាន ប្រការ បិទអ៍ ផង ដែរ គឺ មាន ប្រការ បិទអ៍ ផង ដែរ